هذا شيخكم اللي يبي نضبطه؟ هذا اللي كلمتك عنه طال عمرك، هذا اللي كلمتك عنه. اي بس وشلون نبي نخليه من جماعتنا؟ قرشاته واجد ولا يدور غيركم ما دام الدعوه كلها ختم ورقه. لا 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 يدور غير. اي يبشر باللي بيضبطه. وانت ابشر بسعدك. اي بس لا تنسى اللي اتفقنا عليه. ها؟ اللي اتفقنا عليه هو عليه بهاراته. تراهم. يا هلا ومرحبا، حيا حيا حيا. حي الله عظام الرقبه يا مراحب هلابك. والله رقبه ما تعلى على شواربك. هويك ماجد قال لي على كل شيء. اذا تبي جدك يصير عندنا راعي ولا تبيه فارس ولا تبيه شيخ، ها؟ كل شيء بحقه. الراعي بمئة ألف. يعني ما فيه يعني تشكيله في يعني تشكيله غير في المينيو حق القبيله حقتنا؟ عندنا اذا تبي جدك يصير ابن اخي ومن عرض العرب هذه تبي تكلفكم 300 ألف. والابن اخي هذا وش هو من لحيه؟ لحيه غالبه. واذا تبي جدك يصير فارس هذه تبي تكلفك حدود المليون. والله والله الفارس انه انه بالحيل بالحيل زين. يعني عندكم شيء اله من هذا؟ في مقطع حق، مقطع حق وعليه العلم. ها هذا بيكلفك حدود المليونين، تزود شوي او تنقص شوي. وهذا وشو هذا؟ هذا من الاجاويد. اجل مقدار.